ماما، من ايمتى انتي هون؟ من شوي. على فكرة حلو كتير اللي كنتي عم تعمليه. ماما الله يوفقك، خليني سجل دورة رقص. ماما خلينا نسأل بابا بالأول. حلو، إذا بابا بده يسأل تيتا صباح يعني فقست شغلي. أوف، ليش هيك عم تستبشري من أولها؟ بعدين نحنا ما بصير نعمل ولا شغلة قبل ما نسأل تيتا صباح. طب ماما تنتين من رفقاتي رح يسجلوا فيها، يعني هن شو بيزيدوا عني؟ ما حدا بيزيد عنك، انت بنظري احسن وحده بالعالم، بس الاصول انه نحن نخبر بابا، لانه بجوز يعجبه بجوز ما يعجبه، صح ولا لا؟ زعلت شو؟ رح تقلبي وشك ولسه ما عرفتي شو ممكن يصير؟ طيب افرضي وافق. طيب تخيلوا. لما انت هيك طالعه ازعه. لو سمحتي بشتري اللعبة. يا سماح شو عم تحكي انت؟ رقص ما رقص، الله يخليكي، يعني على عيني. نحن بنعمل اعراس، بنعمل حفلات، بنعمل شو ما بدك، بس انه لارا تسجل دورة رقص ما عم تزبط معي. هلا انت وين راح تفكيرك؟ مو رقص رقص، يعني رقص تعبيري، يعني يمكن زومبا، باليه، شيء له علاقة بالرياضة. ليه عم تضحك؟ هلا لارا بدها تسجل زومبا؟ هلا لا تكمش لي على الكلمة، قالت لي دورة رقص بالنادي، حرام. يعني ما فهمت. ايه صحيح، قلنا لها يا بنتي انت حرة، اعملي اللي بدك اياه، بس هذا الكلام بيعني تروح تسجل ديكور، عازف، غناء، رسم، اي شيء من هي النشاطات الاجتماعية، مو تروح تسجل رقص. يعني كيف خطرت على بالها هيك فكرة؟ حبيبي كل يلي ذكرتهم مو ميولة. انت بتعرف انه بنتك إلا جوها الخاص وعالمها الخاص، يعني ما بتلاحظ انه هي لا بتقعد معنا، لا بتشارك بنشاطات العيلة، لا بتطلع معنا مشوار. هي البنت إلا هيك جو خاص. بعدين انا ما صدقت على الله امتى لقيت هواية تحبها وتتفاعل معها. وبيني وبينك يعني هيك بحس انه بيلبق للرقص طول وشعر، شو رأيك؟ ناظم الله يرضى عليك اختي. طيب حزير شو منخليها تسجل، واذا ما عجبنا منقلة تركي، ويا دار ما دخلك شر. سماح هلا هي ضلت ساعة تنق علي مشان انا اجي واقنعك. لا تعيط علي الله يرضى عليك، لا تكسر بخاطري وخاطرها اختي، حرام. لك خلاص يلا ضحكت، يعني بدك تقول ايه؟
حول ولا قوة إلا بالله. إيه عن جد خلاص يلا. روحي 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 لعندها. شو يعني بشرها؟ يقبرني الحنون. لك يقبرني الحنون إيه؟ فورا رح بشرها. يقبرني. جود، أنت ما قلت لي إنك بتحبها لتيتا صباح؟ إيه بحبها. طيب إذا بتحبها بدك تسمع كلمتها وما لازم تعمل شي زعلها، وإذا زعلتها بدك تعتذر منها. فهمت علي؟ بس بابا جاب لعب لنور وبس قالي ما جاب لي. لا مش صحيح، جاب لك هدية شفته، أعطاك إياها بس طلعت بالغلط للبنات مش بقصده. أنا زعلان منه. لا ما فيك تزعل منه، هو جاب لك هدية بس طلعت غلط يعني. جود؟ صدق زعلان مني؟ طيب وإذا قلت لك إني جبت لك هدية؟ بابا اسلم شوية بابا. تعال. شوف ما أحلاه. يا الله شو طلع خواجة وحنون هالحازم. ما قبل يطلع الضوء عجود إلا ما جاب له هدية. عن جد ما بعرف كيف بدي أتشكره. صباح الخير حبيبتي. صباح النور. تعرفين آية، أنا كتير كتير مبسوطة من اللي عمله جود امبارح. شوي شوي عم تعود عليكم ويتعلم تقليد البيت ويحترمها. تمام. جهزتي نور لتروح على المدرسة؟ ايه من شوي جهزتها. الله يعطيكي العافية. تعرفين آية أنه اليوم مديرة المدرسة طلبت تشوفه لحازي؟ ايه بعرف. هلأ أنا برأيي إنك تروحي مع حازم تحضري الاجتماع. إيه أنا ما عندي مشكلة، بس مين بده يوقف مع جود ينطر بس المدرسة؟ هلأ ما رح نعجز نلاقي مين يوقف معه. أنا براسي بوصله لباب الباص. منيح كلك ذوق سماح، عن جد عم عذبك، ما بعرف شو بدي أقلك. شكرا. ولو جود ابننا ما تاكلهم. انت حاول معها يمكن تسمعك، بس طبعا من دون عصبيتك، يعني حديث رايق بينك وبين بنتك. اوكي رح احكيها، بس اذا منك ما اقتنعت مني بدها تقتنع. حبيبي هي لازم تحس انه نحن مهتمين فيها وبمستقبلها، ومستقبلها مع امجد مو مع سمير. يعني انا ما بقديني ضغط الشغل، بس لازم اتدخل بالضغوطات الصغيرة اللي بالبيت. مسمي مستقبل بنتنا الوحيدة ضغوطات صغيرة؟ أسيل أهم من كل شيء، أهم من البزنس تبعك، وأهم من هذا الوقت اللي عم بضيعه هون وهون. أنا عم ضيع وقت هون وهون؟ إيه، وعم بضيع مصاري كمان.
إلا إذا مفكرني غشيمة. ما بعرف شو بتعمل لما بتطلع برات البيت بالساعات، حتى على موبايلك بتبطل ترد. إيه ما برد لأن بكون عندي اجتماعات مغلقة. بعدين تبريني أوقات لما بكون مضغوط نفس ما فيه أخد. إذا عن نفس عم تاخده زيادة. عشو عم تلمحي؟ فتحي أنا مرة بحس على أصغر الأمور اللي عم بتصير بحياتك. بعرف كل شيء أنت عم تعمله إن حكيت ولا ما حكيت، بس أنا عم بسكت لأنه في برستيج اجتماعي مضطرة أني حافظ عليه. أنا ما عندي شيء مخبى، شغلي وبتعرفي كتير منيح. إيه مثل ما بدك، بس لمعلوماتك إنه أنا ناطرة أسيل تتجوز وتطلع من بيت أهلها معززة مكرمة وبأسرع وقت. ما بدي الناس تحكي عليا وعن مغامرات أبوها العاطفية. وفهمك كفاية. رح أحكي مع أسيل وهي الأوهام شيليها من راسك. يلا ما بدنا نتأخر على الشوفير. ما تنسى ولا كتاب ولا دفتر. ايه حاضر. وانت جهزتي كل شيء حبيبتي؟ حطيتي كل دفاتك فيه؟ كل شيء كتبك. شو بابا ما بدنا نتأخر على المدرسة؟ جاهزين؟ حازم قال امك احسن نروح سوا على اجتماع المدرسة. طيب هلا بنشوف. فرجيني لشوف. كله تمام؟ اي برافو عليك. تعال اعطيني لشوف. حطيت المطرق حبيتها نار. ماما عمو المطرق عبيتها هلا بعطيك من فوق. يلا وعد عفريت. اسمع كثير منيح شو بقول لك لعمو. وانت كمان بدي اسمع اشياء حلوه عنكم بالمدرسه. ايه؟ يلا باي. ما تخانق مع حدا. بتقعد قدام بالصف وبتسمع شو بيقولوا الاساتذه. ايه حاضر. وانت كمان. صباح الخير. صباح النور. يا صباح النور. هلا. شكرا بابا. ايه بابا. انا وناظم سابقينك على المكتب. اليوم في عندنا شغل كتير. خلص مشوارك على المدرسه والحقنا. بس أنا ما فهمت يعني ليش الماما طلبت مني تروح معي على المدرسة؟ يا بابا يا حبيبي شوي شوي لازم تنتقل مسؤولية نور منك لنايا. لك حبيبي بكفي 3 سنين وانت عم تقوم بدور الأب والأم. بكفي ناظم أنا سابقك على السيارة. يلا بابا. يعني انت ليش تضايقت؟ كلام أبوك مزبوط. القصة ما بتتعلق بس بنور. لك أخي نايا لازم تجي محل ريم بقلبك وعقلك كمان. شو نايا؟ جاهزة؟ ايه جاهزة. شو عرس بياخد العقل. والله تمنيتك انك تكوني موجودة. لكن حبيبتي اذا شركتنا عم بتطالع احلى العرس وارقاها كيف رح يكون عرس حازم وكرم؟ قليلي.
يلا حبيبتي برجع بحكي معك بعدين. بونجور دونت. بونجور حبيبتي. شو هذا اللي لابستي؟ انت رايحة على مدرسة ولا رايحة على عرض ازياء؟ بس انا ماني شايفتهم غلط ابدا دونت. والله انا شايفته غلط كثير. روحي غيري. يعني انا منهم مضايقيني، واذا بدي هلا اطلع غير رح نتاخر على المدرسه وعلى الاجتماع. كل دقيقتين ما بتتاخروا. بعدين انت اول مره عم تروحي على مدرسه البنت، معقول الاداره والاهالي يشوفوكي بهالمنظر؟ مو حلو بصراحه. انا عاجبيني لانه وجود نقيهم، وما بدي اكسر بخاطره اطلع غيرهم، انه هو حاببهم. والله هلا انت عم تحكي من كل عقلك. هلا انت المفروض تسمعي كلمه جود ولا جود المفروض يسمع كلمتك؟ قولي لي. يلا ماما مشينا خلاص، رح نتاخر على المدرسه. ماشي روحي. صباح الخير. صباح النور. على اذنكم. مأخره بالنوم كثير بصراحه، لسه بنام لبعد هيك انا بالعاده. بس هالبيت له نظام وانتي لازم تتعلمي، واذا ما بتعرفي تسألي سلفتك سماح بتخبرك عنه، مفهوم؟ حاضر سبوحة. حقيني اشرب قهوة. يا بابي يا حبيبتي، المصاري هي القوة، المصاري بالنتيجة هي السعادة بالحياة. يمكن لأنك أنت ما جربت يكون في شخص بحياتك بحبك، شخص بخاف عليك، شخص هدفه بالحياة بس إنه ما يزعلك وتكون سعادتك سعادته. اي يمكن المصاري هي كل شيء بالحياه. بس بابا وحياه الله، مصاري لحالها ما بتكفي. بابي حبيبتي، بتعرفي انه بي غيري شو كان عمل ببنته؟ كان زلبها باوضتها وقفل عليها الباب. هلا انت اذا مصره تضلك على عانيتك، يعني مضطر اعمل مثله. طيب سمير اجى لعندك وطلبني منك، فات على بيتنا من بابه، بعدين لا أنا ولا هو عملنا شيء ما بيرضيك. هو احترمك واحترم بنتك واحترم بيتك. بتعرفي إنه سمير إذا عنده شوية كبرياء شو بيعمل؟ بيتركك فوراً وبيهرب، لأن إذا بده ياخدك غصب عني أنا مضطر أتصرف. يعني أنا ما عم بفهم، أنت وماما بتضلكم تحكوا عن سعادتي وكأنه أنا يعني ما لي رأي أقول شو اللي بيسعدني وشو اللي ما بيسعدني. بلا إلك رأي بس شوي، يعني مش كتير. ما أنت ولد ما بتعرف الصح من الغلط. إذا ما اقتنعت بوجهة نظرك يعني ساعتها بدي أتصرف. بابا أنا بعتذر منك، ما اقتنعت. لكن ما تلوميني على قراري. هلا بتفوتي على غرفتك وما بتطلع منها ليوم عرسك مع أمجد. يا حبيبي دخلوا. انا حبيبي سبقيني على الاجتماع المكتب بالصدر، المديرة ناطرتك. رح تتأخر؟ لا باخذ التليفون بلحقك. يلا مرت عمي، سكبت لك كاسة هالعصير لحتى تروق دماتك. ومين قال لك انه انا معصبة وبدي روق دماتي؟ ما بعرف بس هيك حسيت. لا غلط حبيبتي، احساسك غلط. مرت عمي، اضافيرك بفرجوا.
عن جد؟ ايه ليش عمي ولا مرة تغسل فيهم بجننوا مو ناقصهم شي عن جد؟ يعني لا يخلو الأمر بيتغزل فيهم بس بتعرفي أنا ما كتير بهتم فيهم لأنهم أصلاً ما بدهم شي بس بدهم هيك لون مناكير يعني أنت شو بتحبي مثلاً بوردو ولا زهر ولا شو الألوان اللي بتحبيهم ولا قلك أنا جايب المناكير بيطيروا العقل تعني تعني خليني استني نغم منخلص طبخ وبعدين مش هلا بيستنوا الطبخ لك صبوها خليني فرجيك هلا أنت بسنقي مرحب لك أنت بسنقي ما أقواها هالبنت يلي صار لي عم حاول أعمله سنين إجت هي وعملته بدقيقتين بصراحة ما بعرف شو بدي قلك يا مدام بس يعني في شي غلط واضح بشخصيتها لنور كيف يعني غلط؟ ما فهمت فيك تفسري؟ يعني طريقة تعاملها مع رفقاتها انطوائيتها يعني في أمور كتير لازم نحكي فيها ما فهمت أنا آسفة مدام بس تقرير عندي هون بيقول إنه نور عندها نقص كتير كبير بالحنية والاهتمام وهذا الشيء واضح من سلوكها وحضرتك كأم المسؤولة الأولى عن الاهتمام فيها فعم تقومي بهذا الدور بتعرفي أحيانا الأولاد بيعانوا من الإهمال وما بيختلطوا مع حدا نور ذكية كتير بس بتحسيها انطوائية منعزلة ما بتلعب مع باقي الأولاد حزينة أحيانا بتتصرف تصرفات غريبة بعتذر منك بس أنا بحبها لنور كتير وخايفة عليها وهذا الشي بيكبر معها بالمستقبل وقتها رح تعاني من مشاكل أكبر وأكبر فحبيت أحكي بالقصة مشان نعالجها هلأ مدام نور بحاجة للاهتمام بس عفواً مدام في شي ما بتعرفي أنا ونايا متزوجين عن جديد يعني وأمها لنور الله يرحم أنا اللي بقصده أنه أنا اللي ربيتها لنور مو نايا لهيك أي تقصير فأنا المسؤول عنه حضرة المديرة خلص من يوم ورايح أنا شخصياً رح أهتم بنور ورح شوف أنه ما رح ينقصها شي ورح جرب عود عليها كل شي ناقصها من حنان الأم وكل شي إن شاء الله من جمعة الجاية بتشوفيها نور جديدة وما ناقصها شي أبداً بوعدك إن شاء الله سماح؟ إيه حياتي؟ لك انت هون ولا عم دور عليكي؟ وين بديكم؟ شو راجع بكير مو على اساس عندكم شغل كتير بالمكتب؟ لكن بلا بس عملت الضروري وطلعت مالي مزاج كتير على الشغل، حبيت نعمل شيء مختلف اليوم. اتصلت بالسينما قالوا لي انه عندهم فيلم رومانسي كتير حلو، فحجزت تذكرتين. لمين التذكرتين؟ قلنا عن جد؟ انا وانت بدنا نروح على السينما؟ يا الله قديش قلنا ما رحنا على السينما وحضرنا فيلم زمان ما شايفة يلا سماح يلا جهزي لي حالك ما بدنا نتأخر يلا حياتي يلا ماما اي ماما هاي اهلين بابا كيف الدرس تمام برافو عليكي مامي نعم خير ان شاء الله تطلب طلب بدي تروحي معي نسجل دورة الرقص هلا هلا ومشوارك ما بيتأجل لبكرة حبيبي؟ لا ماما ما بيتأجل انت وعدتيني مبارح تروحي تسجلي معي تقبشي قلبي يا حلوة يا قمر ايه لا تدلعيني عونطجية ايه بابي؟ طبعا بابا طبعا شو؟ طارت الروحة؟ وليش لحتى الطيب؟ لبين ما أخدتي لارا وسجلتي له بتصل بالسينما وبحجز الحفلة اللي بعدها وبتحسبي حسابك معزومة على العشاء هي بدنا نتعشى أنا وأنت لحالنا؟ إيه وليش شهقتي كل هالقد؟ إيه ومين بده يحضر العشاء لأهلك؟
لك سماح عم تحكي من كل عقلك، يعني اهلي رح يجوعوا اذا ما حضرتي لهم العشاء؟ لا يا حياتي مو هيك القصة، بس ولا بخاف ماما تتحسس؟ اي لا ست الكل ما رح تتحسس منك، لانه بتعرفك انت بالذات مانك مقصرة معه. يا ريتك قايل لي قبل بوقت، يعني كنت على الاقل حضرت شي للعشاء وبعدين رحنا بروح وانا مرتاحة. والله العظيم يا سماح انت هيك مخربطتيني، ضيعتي لي الحالة كلها. اي حالة؟ حالة انه ما بعرف، يعني بقول في مرة مثلك احيانا بحسك انه مرة كتير ذكية وعم تلعبيها كتير صح، واحيانا بقول لا حرام سماح طيبة لدرجة الغشمني. هلا هذا قصدك؟ معلش انا هيك ما بحب كون مقصرة بواجباتي، ما بحب حدا يزعل مني، انت وين مشكلتك؟ لك يا حبيبتي مشكلتي ماني عرفان ازعل منك ولا ازعل عليكي. لك يا سماح اليوم مالك حل، انا مصر على الفيلم ومصر على العشاء. ماشي خلاص. اي بتعرف كرومه يوم امك علقت على لون مناكيري قال شو كباري كتير، بصراحه صبوحه صعبه كتير، يعني بتتدخل بادق التفاصيل. اليوم علقت على لبس لنايا قال شو روحي شلحين لتيابك كتير بشعين. يلا بس بتعرف يعني هيك كتير، بكره بتتدخل فيني بكل شردة وادة، لبس مكياج فوتة طلعة، يعني هالقصص ما بتخلص. انا كنت عايشة عن بيت اهلي على حريتي وطبيعتي. حبيبي انا شي مرة منعتك عن شي؟ اكيد لا. وبالنسبة لامي انت شطورة ما بنخاف عليكي، بتقدري انك تكسبيها وتكسبي رضاها مثل ما كسبتيني انا. لازم تعملي هالشي كرمالي ورح تقدري. وهيك يا حبيبتي انتي. لغان رح شوف عصمت شو بدها. أكيد المديرة انبسطت كتير من ترباية نور، ما هيك؟ لا والله بالعكس، المديرة اشتكت عليها. ليش؟ علاماتها ما كانت منيحة؟ لا علاماتها منيحة بس نفسيتها مو منيحة، نفسيتها تعبانة وانطوائية، عم تكون لحالها قاعدة ما عم تختلط مع رفقاتها. هذا موضوع مهم كتير، ما بينترك هيك، لازم نتابع هذا الموضوع ونسعى لمعالجته. أكيد هذا الموضوع بده علاج بشكل جدي. أكيد. بتعرف أنا عم فكر سجلها بمعسكر صيفي، يعني منه هيك بتقعد لحالها بتعتمد على حالها، منه بتختلط مع رفقاتها. أنا اللي بعرفه أنه الطفل عادة بينعزل لما يكون حاسس بالخوف، والخوف بيجي لما يكون في بالتربية شوية قساوة، فبعتقد هذا الشيء اللي هو عم بيصير معه. وإذا بتسمحوا لي يعني إذا ما في إزعاج أنا أتعامل معه شوي. شو قصدك يعني تسمحوا لي أتعامل معه؟ أنا يعني أنا ما بعرف أتعامل معه؟ لا ما قصدي هيك، بس أسلوب التربية أوقات يعني بيأثر على الطفل. شو بأسلوب التربية تبعي أنا؟ ما في شيء أسلوب التربية تبعي أنا، كتير منيح. ما قصدي شيء حازم. أنا هلا انت ما صلك عنا يومين ثلاثه وقعدت تناظري وتحاضري علينا وتعطينا مواعظ؟ يا مدام انا مربيه ثلاث اولاد والناس بتحلف بحياتهم قسم، وانا برايي انك تهتمي بابنك اكثر وبس. طنط انتوا عن جد فهمتوني غلط؟ حكيك واضح ما فهمناكي غلط. طنط أنا بس كان قصدي إنه أشرح عن الفكرة الجديدة اللي هلأ طالعة بالتربية، يعني الأساليب هلأ تغيرت عن زمان، وفي دليل بيقول إنه الطفل إذا عملتيه بأسلوب رايق ومحبة وحوار أفضل من القسوة. هذا بس كان قصدي. ليكك
لساتك عم بتحاضري علينا؟ نايا انت جديدة على الحالة. نحن ناس عنا عاداتنا وعنا تقاليدنا، وانت شفتي قديش منخاف على بعض. كل هذا الشيء سببه الانضباط. انتبهي عمو، هلأ انت صرتي واحدة من العيلة، يعني المفروض تنسجمي مع أفكار هالعيلة وتسقي فيها. وهي سماح عندك أكبر مثال، وريم الله يرحمها كانت هيك. عمو توكلي على الله وفكري بكلامي منيح. طيب عن إذنكم. الله معي. صباح، ما كان في داعي تقسي عليها بهالطريقة. بدك تقنعيها بكلامك، في ألف طريقة تانية. حبيبتي أنا ما بدي كناينك يكرهوكي، وبعدين لازم تفهمي إنه دور الحماية راحت أيامه. يمكن معك حق، أنا كنت حدي معها أكثر من اللازم هيك. أنا عم بحكي هيك من شانك ومن شان العيلة كلها.